السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث عن الصداق الصداق هل هو كرامة للمرأة أم هو إهانة في فصل الصيف تكتر مناسبات السعيدة ويكتر عقد القران وينعقد الزواج بين الشباب والشابات وبين الأسر ومن ثم نصادف قضية الصداق أو المهر أحيانا نجد بأن كلام كثير يروج حوله حتى إنه صار واحدا من بين المواضيع المتداوله بكثره في الوسط الحقوقي، وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نرى فئه تحاول ان تعارض هذا الصداق او المهر، وفئات اخرى تؤيده وتدعو للتقيد به. فهناك فئات عندهم فكر غريب عن تقاليد وعادات الامه، يطالبون بالغاء المهر والصداق ويعتبرونه احتقار واهانه للمراه بل منهم من يعتبره تسليع لها وكانها سلعه تقوم وكان المراه تحول الى صفقه ما بين الزوج الراغب في الزواج وبين اهلها وذويها وولي امرها وانه مجرد مقابل ثمن يتم التفاوض فيه وكأن هذه المرأة جارية تباع وتشترى خصوصا هو يعتقدنا بأن هناك فكر أن مهمة المرأة في عقد النكاح هو تلبية رغبات الزوج وحاجته هذه فئة نسمعها بين الفينة والأخرى تقدم هذا المطلب وتعلق عليه كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. هؤلاء يسمون المعارضين. بينما يعتبره المؤيدون ان الصداقه والمهر هو واجب شرعي يضمن حقوق المراه قانونيا واجتماعيا وان الصداق في حد ذاته هو قيمه رمزيه وعربون محبه. والدليل على الاحترام هكذا يعتبره المؤيدون نحن في شريعتنا الاسلاميه وفي دستورنا الخالد القران الكريم يعطينا التوجيهات العامه حول هذا الصداق والمهر فهذا الصداق هو ما يلتزم به الرجل يدفعه للمراه يقال عند الفقهاء لملك عصمتها هكذا التعريف الفقهي هو شيء يلتزم به الرجل بدفعه للمرأة لملك عصمتها من أين مأخوذ؟ مأخوذ من كلام الله ربنا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لماذا قال صدقات؟ لأنه مأخوذ من ما الصدق لدلالة على صدق رغبة الزوج في المخطوبة الذي عنده صدق في المحبة والمودة وصدق في العشرة فإنه يؤدي الصداق أما الذي يلتقي بها ويقول لها كلاما معسول ويهديها قصيدة رومانسية سرعان ما قد يظهر بأن كل هذا مجرد إعجاب وبالتالي قد لا يلتزم بكل كلامه هذا الصداق يعتبره المؤيدون ليس إهانة للمرأة بالعكس هو دليل إكرام الله تعالى للنساء لان الله تعالى جعل المهر حقا مفروضا على الزوج فالزوج هو الراغب هو الذي يطرق الباب وهو الذي يلتمس وهو الذي يستعطف وهو الذي يحتاج ويعطي هذا المال عربون على انه راغب بصدق فليس المهر هو سعر للعروس لان الزواج ليس فيه عبارة عن صفقة بيع بين عائلة المرأة والزوج أبدا هذا كلام فيه اتهام للتقاليد الدينية ويكفي أن الصداق هو ثابت في كل الشرائع الدينية من ينظر في اليهودية مثلا وفي النصرانية وكل الشرائع الدينية عبر التاريخ الصداق موجود إلا أن بعض الأصوات في الدرفية المعاصرة تدعو الحداثة وما بعد الحداثة وتتمسك بالحريات العامة وتريد المساواة الغير المنضبطة بين الرجال والنساء تريد إلغاءه نذكر مثلا في الشرائع القديمة يحكي القرآن الكريم عن نبي الله موسى نبي اليهود عليه السلام لما توجه تلقاء مدين وأعجب بإحدى ابنتي نبي الله شعيب عليه السلام وأرغب في الزواج منها كان عليه أن يدفع الصداق ما هو الصداق الذي دفعه موسى عليه السلام لم يكن عنده مال لأنه كان فارا من سلطة فرعون فكان صداقه أنه يقوم بأجر عمل أجر عمل عند أبيها لمدة ثمان سوات ثمان سنوات فإن أتم عشرا فمن عنده وفعلا فعلا سيدنا موسى عمل في الحقل وفي الفلاحة ورعي الغنم عند ابي الزوجة التي تزوج بها وكان ذلك صداقها كما قال القران الكريم قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين فهذا تشريع وقانون كان منذ التاريخ القديم مما يدل على ان نظام الحياه ونظام الكون كما خلقه الله تعالى هو ليس جديدا، هو قديم قدم الشمس والقمر. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع في العلاقه الزوجيه ان نقدم مهرا او صداقا، لكنه لم يحدد له قدرا معلوما. فمرة نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ممكن ان تدفع ولو خاتم من حديد ولو خاتم من حديد والخاتم الحديد كم يساوي ثلاث دراهم يعني اقل حتى قال العلماء اقل الصداق ثلاث دراهم التمس ولو خاتما من حديد وفي القران الكريم قال قنطار قنطار او اتيتم احداهن قنطارا يعني هناك بعض العائلات الكبيره تريد ان تعطي اكثر لها ذلك ليس هناك قدر معلوم للصداق لا بالقله ولا بالكثره، القله حددها العلماء في ثلاث دراهم خاتم من حديد لكن الكثره ليس لها لها مقدار ممكن ان تكون ما شاء الله ان تكون وقد تكون يكون هذا الصداق بدل منفعة إنسان ما عنده مال ولكن عنده منفعة قد ينفعك في شيء تسخره للقيام بمهمة معينة تكون هي الصداق وربنا عز وجل ماذا قال قال بأن الصداق الأفضل أن يكون بالمعروف بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف فهو مبني على التراضي وممكن أن الإنسان يعطي الصداق ولكن قد تمر سنوات أو ظروف معينة ويحتاج هذا الزوج للمال فله أن يأخذ من ال... من ال... من صداق زوجته لكن بمحض إرادتها وعن طيب نفس يا حدث أن إنسان كان فرحا مسرورا لأنه سيتزوج بنت الحسن والجمال وقالت له أريد منك أن تعطيني كذا وكذا ويعطيها القدر الكبير جدا ولم يضبط حساباته وبعد مده قد يصاب هو بفقر او بحاجه فيضطر ان يمد يده لزوجته تعطيه من ذلك الصداق الكثير له ذلك ولكن بطيب نفس كما قال القران الكريم واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لكن في ديننا الاسلامي الصداق المبارك هو الذي كان ميسرا فقد رغب الدين في التخفيف في المهر إذا أردنا أن نقيم علاقات زواج ليكن المهر قليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أيسره ما كان ميسرا ليس فيه ضغوطات ليس فيه أن يتقدم بديون إلى الأبناك أو يأخذ هبات من العائلة ويجمع ذلك القدر كما سوف نتعرف على ذلك في الحلقات المقبله عادات وتقاليد لبعض القبائل وبعض الاوساط والعائلات الكبرى عندهم تقاليد تسببت في خراب العائلات بسبب التباهي بالصدقه يكفي ان نعلم بان سيد الخلق وهو نبي الرحمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المثل الاعلى زواجه كان قليل في الصداق وزواج ابنته فاطمة أيضا كان قليل لم يكن يتجاوز 12 أوقية يعني ما يعادل بثمننا الآن يعني 500 درهم هذا هو سنة النبي الكريم صداقه كان 500 درهم فقد تزوج أمنا عائشة وكانت صغيرة السن وبنت عائلة وحسب ونسب وقالت لم يتجاوز صداقي 12 أوقية يعني حوالي 500 درهم بل فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بنت أعظم شخصية في التاريخ بنت سيد الخلق تزوجها علي ابن أبي طالب ولم يكن عند علي شيء من المال فقال له اعطيها شيئا مما عندك قال عندي درعي الحطمية فأعطاها درعه الذرع هو لباس كان يستعملونه في الحرب وقيل بان الدرع هو هو عباره عن ثوب ثوب كان يتقي به حر البرد ومع ان فاطمه بنت رسول الله هي سيده نساء اهل الجنه بل ان صحابي اخر اراد ان يتزوج فلم يعطي الزوج شيء ما عنده اي شيء قال التمس ولو خاتما من حديد فجاء بخاتم صغير حديدي ليس نحاس ولا فضة ولا ذهب وقدمه للمرأة وتزوجها بل منهم من تزوج بنعلين لم يكن عنده مال فقال عندي فقط نعل نعلين يعني بلغة فأجاز له النبي ذلك وتزوج الزوجة وأعطاها الصداق نعلان بل منهم من عنده لا شيء سوى أنه يحفظ القرآن ما تيسر من القرآن صحابي اراد ان يتزوج قال له النبي الكريم: التمس ولو خاتم من حديد، قال ما عندي، التمس كذا وكذا، ما عندي. قال: هل عندك شيء من القران؟ قال: اي نعم، عندي سوره كذا وكذا. عندي سوره قل هو الله احد احفظها. قال: هي ربع القران. قال: وعندي ايضا قل يا ايها الكافرون. قال: اذا هي ايضا فيها خير عظيم ربع القران. فقال: قل هو الله احد ثلث القران يا ايها الكافرون ربع القران. قال وعندي الزلزلة قال هي نصف القرآن فأنت عندك الخير كثير فتزوجها بما معه من القرآن ومن ثم كان الصداق هكذا كلما كان ميسرا كان كان مباركا وأحيانا قد يقع نزاع بين بعض العائلات في قضية الصداق كيف نفعل فيه العلماء والفقهاء قالوا إذا وقع نزاع وخلاف بين الطرفين على قدر الصداق فإنه قد وضع ما يسمى بمهر المثلي مهر المثلي أن تلك الفتاة نعطيها مهرا يماثلها أو من يشبهها إما مهر أختها أختها السابقة تزوجت كم دفع فيها أو مهر ابنة عمها أو مهر ابنة حارتها أو من شبهها في شكلها لان هناك بعض الناس قد يتفاوتون في هذا المهر فالمهر هو عبارة عن عربون محبة بين العريس وبين خطيبته لكن ما رأيكم أيها الأحباب الكرام في هذا المهر كيف كان في عهد النبوة وعهد القرون الفاضلة اليوم في وقتنا المعاصر هل بقي المهر على حاله أم أنه تغير وتبدل هناك في بعض الاوساط الاجتماعيه ربما قد يصير المهر عندهم مشكله كبيره في طريق الزواج خصوصا للشباب هناك تقاليد وعادات راسخه عند بعض العائلات وبعضهم قد يجعل من المهر وسيله للتفاخر فعندنا مناطق في المغرب مثلا اما في المناطق الشماليه او في المنطقه الجنوبيه حيث هناك ثراء وهناك عائلات كبيره ويحبون ان لا يقدموا ابنتهم الا بعد ان يتاكدوا بان العريس سوف يدفع مبلغا كبيرا ويكون مدعاة للتفاخر بين العائله والاقارب والجيران. هذا الموضوع نريد ان نتحدث عنه معكم ايها الاحباب الكرام، كيف عشتم تجربتكم عندما تزوجتم؟ ماذا قدمتم في المهر؟ الرجل ماذا قدم؟ وكيف شعر لما قدم ما قدم؟ والمرأة أيضا ما هي أمنيتها هل رضيت بمهرها أم كانت تتمنى أكثر وأكثر وهل عندكم رأي آخر ربما ينضف إلى المعارضين يريدون أن يلغوا المهر من باب المساواة ومن باب نفي تسليع المرأة أم أن المهر هو شريعة الرحمن وهو مبدأ أصيل في الدين الإسلامي الكلمة لكم أيها الأحباب أرقامنا مفتوحة في وجهكم جميعا وهي كالعادة صفر خمسة اثنين ثمانية أو واحد أو 62 أو, أو الرقم الهاتفي صفر خمسة ستة أو واحد أو 52 نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله